الان المحلل الفني لمنتخب تلعب الكره يا ولد يا ولد يا شقيق فاضل عباس اذا تلعب الكره الله فبالتالي الان فاهمين عارفين كاتب يا ولد يا ولد اوه اوه شوف الاعاده جابها هي واحد هي هي بوم يس ايام الشيخ دعيت محمد يا مخرج لكن بعد هذه التمريره بعد هذه الهجمه وهنا الله الاستاذ موتشو شوف 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 برافو اذا كان هشام موتشو في منتخبنا يكتب الصفوف الله عبادي 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 على منتخبنا تأتي المنتخب الياباني هنا عملية دبل دربل وأبدا إذا تلعب يا الله يا الله وهو وهو الياباني تلعب يا سلام يا سلام يا سلام مو كان مو إينو لا فوجي ساكا فوجي أوه لا 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 عمل يا سلام يا الله يا الله يا الله يا محمود لا يا محمود تشتو أوتاكي يا لا شوف الكرات من يحضر شوفها شوف شوف الهدف شوف الهدف في هناك دفع للاعب ولكن في صلالة 2018 كوريا رمية سبعة كارمو إينو شوف لاحظ هذه فيها يلا يا عبد الله يلا يا عبد الله جيبه يا عبد الله وبالتالي ينجح شوف حق ريوا يا سلام يا شباب تجيبه 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 يا احمد يا رضا طب يا سبعه بتاع يا كوميل كوميل يلا يا محمد حميد برافو محمد ورمي هدف ورئيس اللجنه الاولمبيه وهنا ايضا تضيع ورمي سبعه بتاع الله شوف هنا فيها تكه فيها لمسه ورمي سبعه بتاع يلا يا شباب محمد الخليفة الله الله يا سلام هذه هي محمد حميد يا احمد رضا لعبها يلا يلا يا محمود خلوا الابتسامة دائما موجودة للابطال عبد الله عبد الله الى محمد التعادل يا سيدي يلا يا هشام شحللها هشام جيبها هشام لا انطلاقة يلا يا هشام يلا يا هشام لكن هذا لا الله احمد وضل الجناح محمود سجل الله 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 لمراقبة اللاعب فوجي ساكا هنا المدرب ياتي باللاعب حسين علي يا سلام شوف هذه الاعادة شوف الاعادة لانه قدم اللاعب داخل منطقة الستة امتار فبالتالي حقيقة اليوم نرفع محمد يا ولد يا ولد يا ولد فبالتالي تاتي الامور يا سلام إذا تلعب الكرة يا سلام يا عبادي يلا يا ضرب يا سلام نادي الاتفاق وبالتالي يسجل لاعب شوف 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 هكذا نجح السباع نجح السباع أو لا لا مر المحاربين عبد الله يا سلام على الاستيل جيبها يا محمد سجل يا محمد لعبها يا سلام يلا يا محمود يلا يا محمود ضاعت يا محمود تأتي الكرة للمنتخب الياباني سلسلة إلى اللاعب لكن هنا رمية سبعة يا هشام راح تجيبها يا هشام راح تصدها يا محمد
حمد عبد الله الى من اول يوم لا 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 ذكرنا بابو لما كان في المحرك واللعب لما كان شوف 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 بوم في تاكي تكتر اوكاتي لكن اوه هذا ما يوم اذا تلعب الكره الى عبد الله يا اليوم ما انا معاها اليوم ما انا معاها اليوم حرص وبالتالي الله سجل لترانزيشن ديفن جيبها يا هشام جيبها يا هشام لكن يلا سجل 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 لا 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 المنتخب الياباني باي باي شوف العب ارضي العب في ارضية الملعب يا سلام يلا يلا يا جماعة شوف اللي عارف شوف لما مررها محمد حبيب لكن هذا الحارس المتألق الله وياك الله يا سلام لاعب رقم 19 إيليسون ممكن ممكن يا لا لا ايش في سجل اذا تلعب الكره يا سلام وين رمية سبعة ابشار برافو اذا رمية سبعة ابشار الله العب يلا جيبه 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 هذا اللاعب المشاكس هو اللاعب ايريسا يا سلام 24 مقابل 20 وهنا ياتي الهدف هذا أبتر يأتي هنا اللاعب رقم 19 فبالتالي الله العشيرة لم يسجل هناك أبو حمزة وهناك أيضا السويدي وهناك